السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله الفيديو يلقاكم صحه جيده واحوال طيبه. اليوم جبت لكم بيتزا بالقرعه الخضراء، خليكم مع المقادير. عندنا زله فونس ديال الطحين الفورس، عندنا معلقه ديال الزبده، عندنا معلقه صغيره ديال الثومه مدقوقه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار والزعتر، وجوج معالق ديال الزيت، زيت العود والماء اللي غنجمعو به العجينه. وعندنا معلقه د الخميره فزقناها في الماء، الخميره المعجونه. المهم غنجمعو جميع المقادير عندنا، غنديرهم في الطحين الا الخميره والماء. غنبسو داك الطحين مزيان حتى كتدخل فيه الزبده والزيت، كيشربهم مزيان. هو كل ما بسسنا داك الطحين مزيان كتجينا العجينه ديال البيتزا رطبه، ومن بعد كنجمعوها بالماء، كنزيدو عليها الخميره وكنخلوها ترتاح. نقسموها على كرات، انا درت جوج كرات وكنخلوها ترتاح. دابا نخليكم مع الحشوه. الحشوه عندي 4 حبات القرعه كبارين مقطعين دوائر على حسب الكميه اللي تيبغي كل واحد، و 4 الكفته وبصله كبيره مقطعه، وزيتون اسود للتزيين، والزعتر، وجوج بيضات، لاصوص طوماط. عندنا تما 3 حبات مطيشه محكوكين، درنا معاهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، شويه معلقه ديال زيت العود، وشحرناهم. عندنا الملحه والبزار والعطريه ديال الكفته اللي غنسمو بهم القرعه والكفته والبصله. المهم غادي ناخذ القرعه، غادي نقلوها في شويه ديال الزيت، ومن بعد غادي نشحروا الكفته ونديروا معها شويه العطريه الكفته وشويه ديال الملح والبزار، وغنشحروا ثاني البصله ونديروا معها ثاني شويه ديال الملح والبزار. ونخليكم مع الطريقه. بعد ما شحرنا القرعه والبصله والكفته، ناخذوا ديك الكره ديال العجينه بعد ما ارتاحت وبدات كتخمر شويه مزيان، كنطلقوها غير بيدينا بلا مدلك، حيت الا درنا المدلك كتجينا العجينه قاسحه، ما كتبقاش رطبة الجوانب ديالها. ودائما كنحاولوا نبركوا عليها من الوسط باش نسرحوها، ما نقيسوش الجناب ديالها، حيت الا بركنا عليهم كيجيو ناقصين، حنا بغيناهم تجينا البيتزا رطبه. دغيا كتطلق كيف ما شفتوا معايا، تنحاول دائما هذوك الجوانب ما نقيسهمش. ومن بعد غادي نحطوها في طاوه مدهونه بالزيت، وغادي نعمروها بالحشوه اللي عندنا. شوفوا انتما دغيا كتطلق بلا مدلك، كتطلق حيت هي كل ما ارتاحت كتجي مزيانه، دغيا كتطلق. قادوها مزيان، ومن بعد غادي نتكوها كامله بالفورشيط باش ما كتنفخش لينا وتجينا العجينه غليظه. كنحاولوا نتكو جميع المناطق ديال العجينه. ومن بعد غادي ندهنوها بلاصوص طوماط. المهم الكميه اللي عندنا هذه كنقسموها على جوج، وما تنساوش البنات اللي ما ابونيش في لاشين يتابونا وديروا جيم، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، وغير جربوها فعلا كتجي زوينه بالنسبه حتى للوليدات اللي مكيبغوش ياكلوا الخضار اولا القرعه الخضراء ولا هذا، كتجي مزيانه. اولا حتى الباذنجان المقلي حتى هو كيجي فيها زوين في بلاصه القرعه الخضراء، وما فيهاش الفرماج بالنسبه للاشخاص اللي ما كيعجبهمش الفرماج. بعد ما درنا لاصوص طوماط غنديروا فوقه البصله اللي مشحره في شويه الزيت مع الملحه والبزار. دابا كنجمعوا الجوانب بعد ما دهناها
لاصوص طوماط، كنجمعوا الجوانب باش ملي غادي نخوي عليها شويه البيض من الفوق ما يهبطش لينا مع الجوانب، حيت لا هبط البيض غادي تحرق وما غيبقى ما تستفش منه البيتزا، ما تخوى ما يبقاش فيها البيض، وهذاك البيض كتشربوا ديك البيتزا وكتجي رطبه. ومن بعد ما كنديروا لها جميع التوابل فيها كنشعلوا الفران يكون سخون لدرجة الحرارة 180 درجة، وكنديروها لتحت حتى كطيب من التحت هي الاولى، عاد كنطلعوها الفوق باش دغيا طيب، ما باش ما يتحمرش الوجه ديالها حيت فيها البيض دغيا كيطيب. دابا بعد ما درنا البصله غادي نستفو القرعه الخضراء اللي شحرناها تاهي في الزيت مقليه، نستفوها كامله، ومن بعد غنديرو فوقها الكفته ونزينو بالزيتون اسود، نديرو شويه الزعتر ونخو عليها البيض وندخلوها على الفران. وبالصحه والراحه.